السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أيها الأطفال الشطار؟ درسنا اليوم عن مصطفى كمال أتاتورك. فلنبدأ. حصل لك تجهيز ميلي بايرام لارمز دي نينجا أكلنزان إلى غاليور. ميلي بايرام لارمز يعني أعيادنا القومي. دي نينجا عندما يقال أكلنزان يعرفكم إلى غاليور، لماذا يخطر في بالكم؟ ملي بايرام لرمز دي نينجا شايت لرمز كي أكل ما قليور بدي إسكي كومنطان لرمز دي أكل ما زا قليور وكودون أكولون الذكي ملي بايرام كتلة ما لرنا نصل كات كدابلون يورسونوز أتشك لينز وكولون الذكي في مدرسة ديكم ملي بايرام كتلة ما لرنا في احتفالات الأعياد قومي نصف قط كذا كيف تكون يكون تأثير بولينوسونز كيف يكون تأثير أتوك لينز اشرحوا بانجانا دا يعني هجم زاتن بيزن دوزان ليور بيز دا هجم ندرس أونو يابيوروز متنين باصلاندان في غرس اللارندن هيريكت لمتنين كونسو تحمين إديب سويلينز شيري بورغو طون لامات في تلفوز دكات إديرك سيسلي أقولونوز متنين باصلاندا من يعني عنوان النص جوريسال في جوريسال لرندان ومن صوره هاريكتلي متنين كونسو يعني بشكل حركي متنين كونسو يعني موضوع النص تهمين إذا بخمينوه سويلين إذا قولوا شريف وورجو يعني نهاية الأبيات الشريطون لما بالإضافة للصوت التلفز دكات إذا انتبهوا عليهم تسيسلي كونسو قرأوه بصوت عالي باش كومنتان مصطفى كمال يعني باش كومنتان مصطفى كمال عندنا غوسومدان كوبان ساعتين غوسومدان من صدري كوبان ساعتين الساعة التي يعني طلعت من صدري سيبار أولدو جنما سيبار يعني أصبح الدرع جنما لي روحي كوجا تيبي أفيوندا كوجا تيبي وفي أفيون ألمك زماني ديل ألمك الموت زماني وقت ديل ليس وقت الموت إشيم تشوكتو دها كان لدي عمل كثير يرمي ألطو أغسطس بين دوكو جوز يرميكي 26 أغسطس عام 1922 أمودموز بيوكتو أمودموز أملنا بيوكتو كان كبير كورتولوش çok yakın kurtuluş tahrur çok yakın kana qarib jiddan 30 avgustda fitletin avgustus 6 yılda fisit eşhur ve az fisit senin geçilemez la yani la tetaadda 6 senin sandıkları siparleri sandıkları التي ظنوها سيبارلري الادروعيا الجيبي جيستيك او سيال جيبي مثل الرياح جيستيك يعني عبرناها مثل الرياح 6 gün bile sürmemişti. 6 gün sit ayam bile sürmemişti. Lem yani tetecavüz sit ayam güneşi gördüğümüzde güneşi eşemiz gördüğümüzde عندما رأينا الشمس tepeden tırnağa sivinçtik. Tepeden min el a'la tırnağa ila el zıfır. Yani kızdım min el a'la ila esfal sivinçtik. Kuna saidin. Zafardaki زفارديك تبدان ترنا يعني انتصرنا من الأعلى للأسفل دوم لو بنار كازاندومزا عندما ربحنا كازاندومزا ربحنا دوم لو بنار عضيلة قال دي بوبيرام باسمه عضيلة مع اسمه قال دي أتى بوبيرام هذا العيد أتى مع اسمه زفار بيرام عيد الانتصار 30 أغسطس في 30 أغسطس أرتك أكدينيز من الآن أكدينيز البحر الأسود إلك هدف يميز هدفنا الأول إلك أول هدف يميز هدفنا باستمز توبراك ديلد باستمز التي يعني دسنا عليها توبراك ديلد التراب الذي ليس هدفنا التراب الذي دسنا عليه يوريمزدكي سانكي كأنه في قلبنا يريمز قلبنا با مصطفى أنا مصطفى باشتان سونا زفار من النهاية بداية للنهاية انتصار باشتان سونا أنادولو من البداية للنهاية أنادولو باش كومنتان قازي مصطفى كمال يملي
أقسام كرة قدر لا يعني قدر لا عند التحرر. عايشة يا مات، الآن هوني حكينا شوي عن الكاتبي. Ayşe Yamaç 1960 Emirdağ Afyon'da doğdu. Emirdağ ve Afyon öldü. Diyarbakır, Afyon, Samsun, Kars ve Eskişehir'in ilçe köylerinde 21 yıl öğretmenlik yaptı. Bir Diyarbakır, Afyon, Samsun, Kars ve Eskişehir bir haudil yani المدن كانت وقراها كانت لمدة 20 سنة كانت هي معلمة هناك. إيميكلي أولدوكتان صار بعد أن أصبحت متقاعدة، إيميكلي متقاعد إسكيشير دا يشا مقتدر يعني عاشت في إسكيشير. إدبيات تشيشيكلي ألانلارين دا يم لانمت çok sayıda kitabı olan yazarın eserlerinden bazıları şunlardır. أبي إليكم في الأدبيات كان في عنده يعني بأدبيات مختلف مجالات أيام لانش يعني قامت بنشر تشوك صيدا بكثير كتابه. في عنده كتب كثير بمجال الأدبيات أولاني يزارين كاتبي إسير لارين دم من آثار بعض لاري بعضها شنلار دير هودي جونيشين أنا أختاره ديل باز بير ديستاندر مصطفى كمال جيزيجانلار أرسندا يولدوك. الآن ننتقل إلى التمارين. برنجي إتكنيك التمرين الأول أشهادك في الأسفل كلمة لاري كلمات سوزلوك أنلم لارندان من معاني القاموسي فايدة أنك تستفيدو بول مجدا بول أيقون يير لاري يشترينيز بول مجدا في كلمات متقاطعة أيقون يير لاري أماكن مناسبة يير لشترينيز ضعوها هناك. في البداية ملي بديني بكمضان ونام لأولان كتلانان جون بيا جون لا ملي قومي ديني بيا ديني أو يعني من الناحية الديني بكمضان من الناحية يعني أو من النظرة الدينية أو القومي ونامي أهمية أولان كونه في كتلانان والذي يحتفل به جون اليوم الذي يحتفل فيه بيا جون لا أو الأيام التي يحتفل بها هي بيرم. أنت الآن هي اليمين واليمين بعد سوا اشتكى زلنا بشري النجاح الذي يعني يحصلون عليه في الحرب هي الزفار كلمة زفار هون كما ترون. بعد savaşta bir devletin bütün kara deniz ve hava kuvvetleri yöneten büyük komutan سردار عيونكم في الحرب جميع الجميع يعني الذي يقود الجميع سواء في قسم البر أو البحر أو الهوائي القوات الذي يقودهم جميعا كومنتان الضابط. ورقم 4 باش كومنتان اللي يعني ضابط الرئيسي. بعد askerlerin savaşta vurmaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış üstü açık hendek. Abikon askerlerin savaşta في العساكر في الحرب vurmaları ve rahat ateş edebilmeleri من أجل vurulmamaları من أجل عدم يعني ينضربوا ve rahat ateş edebilmeleri من أجل إطلاق النار بشكل مريح kazılmış يعني يرتدوها üstü açık hendek يعني يلبسوها. رقم 5 هني السايبر. رقم 6 فنرى نيشان ألنجا يار نيكا نيشانغا مكان يعني الهدف يعني عنا يعني رقم 6. رقم 7 للا الرياح هي روزغار يعطينا هون روزغار هي الرياح وبدأ يكون انتو بعم تحطوهم في كلمات متقاطعة. بيبو المجدير ألان كلمة لرين كلمات الموجودة في الكلمات المتقاطعة هير بريني كل واحد من الجملة دا اتشارس انت في داخل جملة كلنا نستخدموها جملة لرينيزي جملكم أشياء زنب اكتبوها جملكم في الأسفل. ولكن مزدهر شيء اتشين بايران بلو المقتدر في دولتنا هير شيء اتشين من أجل كل شيء بايران بلو المقتدر يوجد لدينا أعياد. Arkadaşlar من يومين تريني izlemeye ailemle gitti, birlikte gittim. Arkadaşımın sadıkı yemin töreni hafil el yemin izlemeye ailemle min ecdil müşahede ailemle ma aileti birlikte gittim. Zertu ma aileti en sevdiğim el ekser habet yani leti uhibbuha
ملي بايرامز، أعيادنا القومية 12 أغسطس، ظفر بايرامي، حرب الانتصار 30 أغسطس. تركيا تاريخ ده في تاريخ تركيا قال مش كيش مش إن إلا ريجوريش باش كومنتار مصطفى كمال أتاتورك. أبغيكم في تركيا في تاريخ تركيا الذي كان أكثر رؤية للمستقبل هو الرئيس مصطفى كمال. ركبي جيشلو، ركبني يعني عدو أو يعني منافس جيشلو قوي. جورنج عندما رأى منافسه قوي سيطر على رك، أخذ الدرع ساون مايا جيشتي وبدأ بالدفاع، يعني ذهب للدفاع. هدف نيكول بايك كاتشرد يعني أخذ هدفه. تبدكي إيفلريا الأغمش، تبدكي في القمية إيفلري البيوت يا الأغمش، يعني بدأت ب يعني ذهبت بدأ الرياح بالهبوب عندهم. التمرين الثاني كنجي إتكنلي شيرين أنا ديغوسو نوسر لرق أتشكلين. شيرين الشعر أنا ديغوسو مشاعر أساسي سوزلو بشكل كلامي ولرق أتشكلين اشرحوها. أرض نظام بعد ذلك أنا ديغونو سيزي المشاعر الأساسية زيني تيزي تشارستردي كلمة لاري الكميزين هاري تصي أزرين ده أيقون يالاري يرلشترينيز يزنز يكون سيزي تشارستي كلمة لار كلمات التي تذكركم بها الكميزين هاري تصي فوق خريطة دولتكم دولتنا أيقون يالاري أماكن مناسبة يزنز اكتبوها. مصطفى كمالين كهرمانلي وزفرلري. مصطفى كمال كهرمان لبطولات وفيزا فلاري وانتصارات، وهذا هو المشاعر الأساسي. الكلمات اللي بتخطر في بالنا بانسزلك الحرية، زفر الانتصار، شهيد الشهيد، ملي ملة أشقي يعني حب القومي، كهرمانك البطولات، وطن هو الوطن. وتنجو اتكنليك التمرين الثالث أشهدك سورو لاري متني جوري جواب لاينز. أشهدك بالأسفل سورو لاري أسئلي متني جوري جواب لاينز جاوبهم حسب النص. جيجي الماز جيجي لماز صنلان سايبر لان نصر بين قدر سوري دا جيجي المستر. أقولكم جيجي الماز جيجي لماز التي لا يعني تستطيع أحد عبرها، صنلان التي كانوا يظنون أن لا أحد يستطيع عبورها، سايبر لار الدروع نصر كيف وبين قدر وكم مدي سوري دا كم هي المدة التي كانوا بها سوري دا جيتش المشتري عبيرات. هزلي بشكل ده بشكل سريع ألتي جندان دها آز سوري دا جيتش المشتري ألتي جندان من أقل بست أيام دها آز أقل من 6 أيام سوري دا جيتش المشتري عبيرات. دوب دوب دوم كلوبنار كازان المصيلة كلام بايرام هانجسيندر دوم كلوبنار كازان بي يعني ربحهم او انتصارهم بدون فلوكنار قلام بايرام العيد اللي كان جاي مع انتصار قلام دون فلوكنار هنقسي ايهم زفر ايهم منهم زفر بايرام. توس اغسطس تاريخ في 30 اغسطس هدف نيرسي الهدف اين هو الهدف اقدينيز دير. باش كومنتان اولا راك سوزو ايديلان كيشي كيم دير. باش كومنتان اولا راك يعني الضابط الاساسي سلوزلو إدالان الذي كان يقال عنه كيشي كيمدير، ما هو الشخص الأساسي اللي كان يقال عنه الضابط الرئيسي. مصطفى كمال أتاتورك با مصطفى باشتان سونا زفار باشتان سونا أنادولو ديزي لاريندا يهودي الأبيات الشعري أنا مصطفى من البداية للنهاية انتصار من البداية للنهاية أنادولو أتاتورك هنجي كيشيلك أزالي فورغولي يابوميور أي من خواص أتاتورك يقوم ب يعني بيعطينا أهمية أو بيعطينا فكرة عن خواص أتاتورك من هاي الأبيات الشعرية. ليدر ليك أزالينا بورجو يابيلور يعني بيعطينا عن قوته القيادية لمصطفى كمال أتاتورك. دوردونج اتكن ليك التمرين الرابع أكد المسألة التي قرأتموه شيري إكي باكلي باكلي بيلير لينز وضعوا لأن الشعر الذي قرأته مو هو يعني عنوان باستك لري عنوان وبيبون لري بلير لما ندان لري نزي يظنز بيبون لري وهو لا بلير لما ندان السبب يعني التوضيح كون له لهذه العناوين يظنز اكتبوا برينجي باستم عنوان الأول زفرين أضي در
مصطفى كمال. النصر اسمه مصطفى كمال. مباشرة من دينين تشنكو بوزفا مصطفى كمال أتاتوركم هي سلاح أركادسترين ساي سند كازان مشتر كازان المشتر لأن هذا الانتصار من خلال من خلال مصطفى أتاتورك وأصدقائه المحاربين ساي سند من خلالهم كازان المشتر ربح أو يعني ربحنا. يمكن نجيب عصام عنوان الثاني زفار لارين أنا أنا يوردو أنا دو لعب يخلوكم يعني النجاح أو الانتصار مكانه الأساسي أنا دو لبو بعض تنسيش مثلا أنا دو لدكي حلق بعم صدلي إتينك جريك يورسا ياب مشتر أنا دو في أنا دو لحلقي أن شعب بعم صدلي من أجل حرية إتين من أجل حرية ني جريك يورسا ماذا يجب أن يعملوا ياب مشتر فعلوه. بيجي نجي اتكن لك التمرين الخامس باش كومنتا مصطفى كمال شيرين ده من هذا الشعر ألنان أشادك المأخوذة في الأسفل ديزي الذي أبيات المأخوذة في الأسفل اقرأوها اكيونوز ديزي لاردكي في الأبيات نقطة لم إشارة لري في إشارات التنقيط دكات اتيني تنتبهوا عليها دوم دوم لبناري kazandığımızda adıyla geldi bu bayram zafer bayram 30 Ağustos'ta artık Akdeniz'de ilk hedefimizdi. Abone kon kısmı işareti ya işaret kata dizelerde fi abiyat şiiri kullanılan noktalama işareti. Hi işaret tenkit müstakdem fi el abiyat şiiri kısmı işareti işareti el taktiği kısmı işareti dilimizde fi lügatina yaygın olarak bir şekil münteşir şu şekillerde bir hadi eşkal kullanılır istihdam. Özel adlara min ecli esma khassa getirilen iyilik yani أجلي أن يعني نفرق الأسماء الخاصة دروم أو حابب الدريم أو يعني خبر إكليري إضافاته كاسم إشارتي لا أيرلر تستخدم ب يعني تنفصل من خلال إشارة الفصل أو كاسم إيردامين هزالة إديلدان مثل ما أنه شايفين كلياتهم بنحطهم بعد الاسم kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ikleri ayırmak için konusu konunu konur. Kişi adların esma eşhas sonra بعد اسماء اشخاص gelen saygı من اجل الاحترام ve unvan sözleri او من الكلمات العناوين getirilen ikleri الاضافات الموجوده بعد العناوين ayırmak için من اجل فصلها konunu تضع. مثل نهاد بيع عائشة هانمضان محمود افندي كل هؤلاء توضع قصار مالارف من خلال اختصارات جيتيريلان اكليري الاضافات اللي تستخدم من اجل اختصارات يجن كون لور توضع تبي ممكنين اولي يعني مثلا هودي الكلمات بيكونوا كلمات طويلة هودي الاحرف بيكون اولي كلمات مثلا ممكن يكون هاي تركيا بايرام بعد مثلا ممكن هيكي بنحطهم بيختصر اول حرف بياخذوا اول حرف منهم وبعدها بيحطون بحطوا بعدهم اذا اجى اضافي بعدهم بحطوا لنا فاصلة وبعدين بحطوا النن صاي صاي لارا جيتيرلان اكليري ايرمك اتشين كونو نور صاي لارا الاعداد جيتيرلان اكليري اضافات الموضوع علي الاعداد ايرمك اتشين من اجل فصلهم كونو توضع 1985 مثلا 8 مادة 2 مادة كلهم هذي حطوهم مشان كل هؤلاء حطوهم مشان يفصلوا عن غيرهم. بندير لي بير تاريخ بالديران من أجل وضع تاريخ يعني أو فصل يعني توضيح تاريخ بالديران أي الشهر بيجون واليوم أدلر نجلان الموضوع للأسماء إكليري من أجل إضافة يعني فصل الأيام والتواريخ أيامك إشي من أجل فصلها كنور توضع بوش باشورو لار الطلبات أن يدي أرى لك قدر سريجكتر سوف تستمر لحديث 17 أرى شو هون الشعر حطوه هون بيرغول بنزرين أشبه الفاصلة بيرغول ديلم لست فاصلة حرف لارين استنديرين مكاني فوق الأحرف سوزجك لاري جلان إكليري سوزجك لاري للكلمات جلان إكليري الإضافات موجودة للكلمات كسرم بليترم أقطع وأوضح أير مكتا أير مكتر بنيم إشم عملي هو الفصل أزال أضل رجلان إكليري للأسماء الخاصة
إضافات التي تضاف على الأسماء الخاصة كالسالت مالاردا من يعني اختصارات بير رقم لاردان سورة وبعد الأرقام قالان إكليري. الإضافات التي تأتي دا بان كسرمو أنا أخطأه تشنكو بان كسم إشارتيم لأنه أنا إشارك لأنه أنا إشارة الفصل. يكارد كسم إشارتين بيقل على كسم إشارتين كل نميلة من خلال استخدام إنجلي له علاقة بريلام تكار لمية. الكلمات موجودة يعني هاي مثل الكلمة أو الأبيات الشعرية الموجودة وكيف تقرأها راندينيز بالجلار التعليم المعلومات التي تعلمتها كلها طلية بالمينيز إجين من أجل أن تتذكروها بشكل أسهل. تكار لما لار يادا فاكلين ميتوت لار كلنا بالرسنز تكار لما لار هاي يعني الأبيات الشعرية يادا فاكلين ميتوت لار أو طرق أخرى كلنا بالرسنز استطاعتكم أن تستخدموها. ب كسم إشارتين إشارة القطع دور كل نضيف استخدم بشكل صحيح الجملة لأن الكلمات اللي استخدمت فيها بشكل صحيح باش نضكي فيها كتجو إشارة لينز أشيرو على يعني المربعات التي في الأعلى ساعد إكيدا جدا جيك مش هاي الصحيحة أو فاي لأن هذا اسم أصلي يعني مثلا. أما هون أونا هاي خطأ لأنه نحن بعد الأو ما نحط الفاصلي. تيريتينين مساعد اسم قناة وبعد التاريخ حطوه كمان بعد تاريخ اليوم حطوه أيضا وضعوه. يدينجي اتكن ليك تمرين السابع عشر دقيقة في الأسفل قول رسالة للصور إنجلينز قم فحص أبو قول رسالة لنهاية الصور أيض أيض أولو كليري مليت بايرام لارمزن أعيادنا القومي التي هي يعني تظهرها أظني عن لارنا يزنز اكتبوها اكتبوا اسمها جانبها ملي بايرام لارمزدان من أعيادنا القومي برينيس تشارك اختار واحدة منهم مو بايرام جنو نيلاردر هذا اليوم أي يوم يعني عيد يابطي نزلة فالتوها لنيلار هالستي نزل ما شعرتم دفتر نزل يظنز اكتبوه في دفتركم. في البداية هنا يرمي دوكوز اكيم جمهورية بايرامي عيد الجمهوريات ب 29 اكيم بعده هنا يرمي اوج نيسان ونوصال اجمال لك فيديو شوك هاي عيد الطفل مثل ما هون نحن شايفين الأطفال هن عم بيحتفلوا عم بيعملوا المراسيم. عنده كوز ما يسأل تركو آن ما جينج بيك بيسبور باي رمي عيد الشباب لأنه هون نحن بما شايفين في شباب. أوتوز أغسطس زفار باي رمي 30 أغسطس عيد الانتصار هون انتو الجيش عم بيحتفل. شغلة كده درس هزر لك تجهيزات لي الدرس القادم أتذكركم كشي لك أزالك لرينه أراسترينز تقوم بالبحث عن خواص أتاتورك الشخصي إدينديز بنجلار المعلومات التي حصلتم عليها دفترينز يظنز اكتبوها في دفترينز في دفتركم. صبر لصابر عقل ذكي ذكي لري قروشلو يعني نظرته ذكي لدى كاركتر لديه يعني خاصية القيادي جسارة شجاع ديسيبليني يعني مستقيم قرار لذو قرار مهمة لي أتشك سوزلو كان واضح هذا. وبذلك يكون انتهى الدرس. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.